Retour à l'antenne, il est 17h04, mesdames et messieurs, avec notre dernier intervenant, notre référent en Italie, monsieur Amin Bouchaïb. Ahlan wa sahlan bik wa marhaba. Ahlan wa sahlan akh Abdel Latif, wa salam alaykoum wa ala jami al mustami'in li hadi al halqa min barnamaj Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, Qaws Qozah. وهذه الحلقة الثالثة أود أن أتطرق إليها من خلال اتفاقية ثنائية أو الجماعية التي وقعتها الحكومة المغربية مع الدولة الإيطالية. كما قلنا في الحلقة الماضية مصالح جالية كثرات ومتطلبات ديالها تزادت وخصوصا بعد الاستقرار وبعد تكوين العائلات والكراء والاستقرار وإتمام عملية الإقامة بشكل قانوني وبشكل إيجابي، وبعد ما كانت الحاجة ماسة الأكل لحم الحلال والتعلق بالوطن وهذا رجعت استمرت طلبات المهاجرين لدرجة أنها احتاجوا المهاجرين والتي يشوفوا المشاكل ديالهم في النقل من إيطاليا المغرب، في العدالة، في ترحيل السجناء، في المالية، في مصالح الضرائب، في الصحة، في التقاعد. بالنسبة للنقل كانت في زيارة الراحل الحسن الثاني في أواسط التسعينات، وقبل ما يزور إيطاليا كانت قبل منها وعد دراسة أو وعد البحث من طرف القنصليات ومن طرف أشخاص جاو خاصين كيسولوا المغاربة الموجودين في إيطاليا ماذا يحتاجون من السلطات المغربية للاتفاق عليه مع السلطات الإيطالية. أجمع جميع المغاربة على أن هناك مشكل كبير وواحد وموحد، إن حل هذا المشكل فمعظم مشاكل مغاربة إيطاليا ستتم، وهو رخصة السياقة، لأنهم لم يكونوا يتمكنون من اللغة الإيطالية بشكل جيد، وأنهم حاصلون على شهادة السياقة بيرميت كوندويت من المغرب. فخدت السلطات المغربية من ذي المطالب ديالها واللي وضعتها في هذه الاتفاقية بحضور الملك الراحل الحسن الثاني، هذه الاتفاقية ديال تغيير رخصة السياقة من المغربية الإيطالية والاعتراف برخصة السياقة. هذا الاعتراف جاء كهدية ملكية لهذه الجالية، لأن كان هناك مشكل وخصوصا في الدول الأوروبية لا يمكنك التحرك أو القيام بأي عمل من الأعمال إلا وإن لم تكن لديك سيارة أو وسيلة نقل. بالنسبة لهذا هذا مشكل تحلينا، ولو المغاربة تياخذوا السيارات ديالهم تنزلوا للمغرب تندوزوا فرنسا واسبانيا، مرات واحد المرحله كبيره ديال السارقه وديال التعب، بحيث ان المواطن المغربي تياخذ السياره ديالو تيسالي الخدمه ديالو نهار السبت الصباح مع 12 تياخذ الطريق ديالو للمغرب محمل مرزم، تيشد هذيك ثلاثه يومين ولا يومين ونص ولا ثلاث ايام ديال الطريق مكرفص فيها، لدرجه ان في الاخر ديال اسبانيا ولا تدار عصابات تما تيشوفوا المغاربه وصلوا من هاكين من 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 من, من السفر ما ناعسينش مزيان مكرفصين، يعني تتم سرقتهم بواحد الشكل كبير. اضطرينا احنا في بدايه 2000 وكانت عندنا واحد المراسله كراسلناها لواحد فريق برلماني انذاك بان يضع سؤالا شفويا على وزير النقل انذاك باش يحاولوا يديروا لنا خط بحري ما بين جينوفا وطنجة على اساس اننا نحاولوا نربحوا الوقت اولا في السفر ونمشيو مرتاحين احنا والسيارات ديالنا ونتجاوزوا المرور من فرنسا واسبانيا. السيد الوزير النقل انا خد سؤال وطلب من الفريق البرلماني اللي لا داعي لذكر اسمه باش يحول السؤال شفوي لكتابي، وفعلا تحولوا وفتحوا خط تفتح خط بحري ما بين جينوفا وايطاليا، وهذا الخط البحري ما دامش عليه 6 سنين واذا به يغلق مره اخرى وتنقوا ضحيه ديال التسيب في الاداره المغربيه وتنقوا اللامبالاه وتنقوا هذا، لان كل شيء عارف القصه ديال لاكوماناف والافلاس اللي وصلها والسراق والخصوص الذين داو الاموال ديالها وداو هذا. على اي هذه مراحل اللي داز منها المواطن المغربي هنا المقيم بايطاليا. كاين اتفاقيات انا اللي بغيت ندوي عليها هو انه تتكون اتفاقيات دوليه مع الامم المتحده وفرنسا، ولا تتكون مع مجموعات بحال الاتحاد الاوروبي، ولا تتكون اتفاقيات محدده كالوضع المتقدم بين المغرب والاتحاد الاوروبي. الاتفاقيات كلها تتصب لصالح مغاربه ايطاليا في اطار عام،
يعني إذا كان المغرب باتفاقية مع الاتحاد الأوروبي فإيطاليا انضمت إلى الاتحاد الأوروبي وتسري على ما يسري على فرنسا وبلجيكا وهولندا وباقي دول الاتحاد. ولكن بالخصوص هناك اتفاقية ثنائية، والاتفاقية الثنائية بالنسبة لي أنا هي أقوى بكثير من اتفاقية المجموعة سواء ديال الأمم المتحدة أو المجموعات الإقليمية أو المجموعات ديال الاتحاد الأوروبي أو غيرها. علاش؟ لأن تخص بلدين ويتفقان على شيء بينهما ويوقعانه بينهما. فيما يخص العدالة مؤخرا وفي السنة الماضية، ماشي السنة الماضية، السنة اللي قبل السنة الماضية، وقع السيد وزير العدل في الرباط اتفاقية ترحيل السجناء، يعني أن المواطن المغربي إلى تشد هنا مثلا في إيطاليا وكانت العقوبة دياله مثلا 6 شهور ولا 8 شهور، من حق السلطات الإيطالية ترحلوا للمغرب ويكمل المدة ديال السجن دياله تما. ولكن المواطن المغربي إذا كان هنا يخدم واحد 15 عام ولا 10 سنين وتدفع التقاعد وتدفع الضرائب وتدفع المسائل كاملة وخطأ ودخل السجن، ولا ما خطأش فعلا ودخل السجن ورحلوه للمغرب، فإن ذاك التقاعد ديالو تيمشي كامل، الأوراق ديالو لا تيمشي ليه كامل، ما تيبقاش عنده الحق هنا. يعني أن هذه الاتفاقية جاءت ضد مصالح وامتيازات المهاجر المغربي في إيطاليا تهب من خلال هذا الأساس. احنا تنستحضروا دائما دوك الفصول اللي في الدستور اللي تتقول لك ودي علاش بان الدستور اللي في الدستور تترخص المواطن المهاجر المغربي بان يكون ممثلا في البرلمان، ماشي تنغوتوا البرلمان لان بغي نمشي لامين بشعيب او بغي نمشي لفلان ولا فلان ولا هذا. المواطن المغربي المهاجر بالخارج يجب ان يمثل في البرلمان لكي يناقش مثل هذه الاتفاقيات، لكي ينزل للساحه ويدي للسيد الوزير او من سيوقع الاتفاقيه بمشاكل وامتيازات ونقص هذه الاتفاقية. فمثلا الاتفاقية المالية حاليا، يعني أن السلطات الإيطالية تعطي واحد الامتيازات للمواطنين أو القاطنين هنا بإيطاليا الذين يعملون ويدفعون الضرائب ويدفعون ويعيشون كما يعيش المواطن الإيطالي. ولكن إلا بغي يستافد، إلا جات أزمة وبغي يستافد مثلا من دار السكن، من السكن الاجتماعي، ولا بغي يستافد من امتيازات دوك التعويضات اللي تتعطي البلديه ولا تتعطي من الوزاره تعطي من هذا، خاصو يجيب وثيقه من المغرب على ان ليس له دخل اخر وان ليس له ملك اخر. وليس هذه حتى هي اتفاقيه وقعت في غياب استشاره المهاجر. احنا لا نقول استشيرونا لاننا ممتنون، يجب ان استشيرونا لنا لكي تكونوا محترمين. احنا تنقول للمسؤولين المغاربة استشيروا مواطنيكم لانكم انتم مسؤولون على تسيير ورفع من مستوى المواطن المغربي. احنا نقول لكم ديروا قانون باش ندخلوا البرلمان لاننا نريد ان نسرقكم او نضايقكم في المقاعد، خذوا مقاعد ما شئتم، ولكن على الاقل على الابسط شاوروا هاد المهاجرين. ما دمتي غادي تتكلم بصفتهم وما دمتي غادي توقع باسمهم لا بد باش تساوي لهم. لهذا كنا طلبنا الا ما بغيتوش ديرونا في البرلمان حيدوا دوك الفصول من الدستور. لا داعي باش تكون دوله محترمه كالمغرب في من الدول الصاعده وتتبحث على جنوب جنوب وتتبحث باش تسيد القاره الافريقيه، ونجيو في الاخر ونديروا فصول في الدستور اللي لا قيمه لا لا لا, 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 لا تطبق. فهذا شيء عجيب بالنسبه لنا. احنا عاود اقترحنا اقتراح اخر، ما دام الدوافع امنيه كما يقول البعض في المغرب بان المغاربه المقيمين بالخارج لا يمكنهم التمثيل في البرلمان، وعلى الاقل مثلهم في دواوين الوزاره. يعني كل ديوان ديال السيد وزير تكون عنده ممثل مغربي مهاجر مغربي، كل رئيس جهه يكون عنده ممثل جهه، حتى لنسى الوزير الجاليه تيذكروا عضو الديوان ديالو. سي بوشعيب الله يخليك، دقيقه غادي نزدرك في الاخر كل عليقين تامين حقك ما نضيعوش، ولكن هذا الموضوع عندك حساس ولذلك علاش انا بغيت نفضل ندير واحد التدخل لكان ممكن. فراسك اليوم شنو هو بعد اليوم؟ اليوم 18 ديسمبر، اليوم 18 ديسمبر هو اليوم العالمي للمهاجرين. ايه هذيك تبقاو هذيك صعب لطيف هذيك الايام. حنا بغينا 360 يوم ديال المهاجر، 365 يوم في العام بغيناها للمهاجر، ما بغيناش اليوم واحد. لو الانسان يضحي مرتين، له قلبين، له عقلين، لا لا لا, 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 لا مشتات بين الاقامه وبلاد الام، ما بغيناش ليه يوم واحد. هذاك الضحك على الضقون اللي تتقول لي عيد وطني، عيد وطني ديال 10 غش داروا الملك، شكون تيدخل ليه؟ ولا السي بيرو تيدخل على الناس اللي مع اكثر من نص ديال القاعه عامره في الموظفين ديالو. يوم واحد ما عندناش ما كاينش يحترمونا يكرمونا يوقرونا يخدموا لينا للمهمه ديالهم انهم يخدموا هاد المهاجر يبدعوا. واش الموظف المغربي ما عندوش فكره خلق الابداع؟ واش الموظف المغربي ما عندوش تيبين لي بان خصني نقوم بواحد الواجب نستافد منه الجميع؟ على الاقل ديك الساعتين نجح،
راه كل من يتقاضى راتب شهري من ميزانية الدولة يجب أن يكون عبدا للمواطن ويجب أن يكون في خدمة المواطن. مؤخرا تدخل في غير إدارة تدخل تجي داك الشاوش تعدل تقول لك عندي التعليمات حتى واحد ما يدخلش في المدير، واش من هب ودب والناطحة والمتردية ومع عفا السابوع يجي يقول لك أودي عندي التعليمات. التعليمات لا يمكن أن تصدر إلا من صاحب الجلالة، صاحب الجلالة الوحيد اللي يمكنه أن يعطي التعليمات، وما عدا صاحب الجلالة فإنها كل توجيهات ونخضع كلنا للقانون. يجب مساءلة الجميع ويجب احترام الجميع وكلنا مواطنون. الصحة مثلا اتفاقية ديال الصحة كيف ما دخلت سي عبد السلام من بلجيكا، أنا متفق معك عندنا نفس المشكل. تصور أنني توفنا الأخ ديالنا ونزلنا المغرب وعييت وهذا أخت خمس أيام ديال العطلة، خمس أيام ديال 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 مالاتية، وختم مستشفى عمومي ديال الدولة وديت الإيطالي وما تعترفتش بها. حاجة الوحيدة ما اعترفتش بها وأن ما طردوش عليا من الخدمة، ولكن ما عوضونيش. علاش هذه الاتفاقية ديال وزارة الصحة واتفاقية ديال الشغل ما تكونش ملزمة؟ على هاد المسؤولين عندنا ديال المغاربة ولاو عندهم هاد المواطنين لا قيمة لهم؟ على حنا مالنا حنا واش هادو مواطنين من الدرجة الثالثة؟ راه حنا أفضلكم، إلا كان غنعينكم الملك لأنكم الأفضل، راعينكم باش تخدمونا لأننا حنا عائلة ديالو الكبيرة. احنا المواطنين العائله ديال الملك، اما انتم فتتقاضون راتبا شهريا يجب ان تسهروا ليل نهار لخدمه المواطن. الاداره تدوف لا بد ما خصك، الرشوه باقا متوحشه. العدل، تصور انني كل مره خصني ننزل المغرب نقيد دعوه بالزور، مؤخرا عندي ملف ديال الزور ثابت في الطوابع ديال الدوله ثابتين. انا ما تندويش على راسي ونستغل هذا المنبر باش نقول، ولكن تعطيك مثال حي باش نتحمل مسؤوليته بانني الدعوه ديالي دايرها هذه ما يقرب على 3 سنين. مشات من الاستئناف رجعت الابتدائيه، ومن الابتدائيه رجعت الاستئناف، ومن الاستئناف رجعت الابتدائيه، ودابا راه رجعت الاستئناف. وتبرؤوا المستفيد من الزور وتكواش الطوابع ديال الدوله، وتنقول لهم هذه عصابه ديال الزور. النيابه العامه لا في الابتدائيه لا في الاستئناف ما طلبتش من السلطه القضائيه باش تبحث في الطوابع ديال 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 الاداره العموميه باش تبت الزور. اذا هذا باقي ما كاينين، ما تنطلبوا منهم والو، طلبوا من طبقوا القانون. ماشي انا الوحيد اللي ضحيه، كاين اللي مشاو داولين الملك ديالو مات سكته قلبيه، كاين اللي داولين الملك ديالو مرض شدوا العصار، كاين اللي حلف على المغرب، كاين اللي سامح ليهم. واش حنا غادي نهزوا هاد الملك؟ حنا راه بلادنا عزيزه علينا، ما باغين منها والو، باغين منها غير يطبقوا القانون. واش دير فصول في الدستور وما تطبقهمش؟ لا معنى هذا، حنا حيدوهم، حنا مسامحين لكم، حنا كنا داخلين سوق روسنا، ما باغين لا سياسه لا برلمان لا حكومه. جا الخطاب ديال الملك في 2005 قال لك الجاليه خاصها تكون ممثله في البرلمان، جا السي الجطوب قال لك لا ما يمكنش لي دوافع امنيه، وبقى من تما مع ما ندخلكمش غادي نبدل لكم مجلس الجاليه. هو 21 ديسمبر غادي تنتهي المده العقد التاسع ديال مجلس الجاليه اللي قال الملك حرفيا في الخطاب ديالو ديال التعيين ديالو ان لا تتجاوز 4 سنوات، وفي الظاهر لا تتجاوز 4 سنوات، ها هو لا زال سالي المفعول، بقى في شخص الموظفين اللي معاه. فد لا فد سي بوشعيب من سيحترموك الا ما كنتيش تحترم المؤسسات؟ اسمعني عفاك، اي دولة نمشي. اسمعني، هذا الموضوع بالضبط غادي يكون هو محور الاسبوع المقبل باذن الله. تفضلنا فهمنا هذا الموضوع بالضبط، وتاكد على هذه النقطه مزيان. هذا الموضوع بالضبط غيكون هو المحور ديال الاسبوع المقبل باذن الله لجميع المتدخلين. هذا الموضوع بالضبط ايوا ديال لانيفرسير ديال سي سي مو غادي يكون موضوع حساس، وغادي نطلب الله تعالى يكون الوعد يتوفى من طرف الانسان اللي عطاني وعد. الا ما توفاش هذا الامر تيهمو، ولكن احنا غادي يكون عندنا موضوع خاص بهذا لانيفرسير مع جميع المتدخلين ان شاء الله. تحية صديقة، شكرا، الى اللقاء. الى اللقاء، مع السلامة. سيدة جوني سادتي، نقول لكم الى الاسبوع المقبل ان شاء الله في كلمسون اركونسيل اون ديريكت سور 91.5 FM ليون رونالب اي سور راديو بلوريال.fr. تحية صادقة الى اخواننا واخواتنا عبر العالم بالدول الاسكندنافية باوروبا وكذلك بالقارتين الامريكية والاسيوية والافريقية كذلك، وخاصة الى جمهورنا العزيز المغربي، وهالتقطيعة هدية لهم. تحية خاصة من عبد اللطيف الصدقي، والى الاسبوع المقبل. Yeah.